بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنترجم إن شاء الله قصة حكاها عن زواج ستنا فاطمة الزهراء بسيدنا الإمام علي، وكيف تم اختيار سيدنا علي لستنا فاطمة الزهراء. مولانا الشيخ بيقول لما السيدة فاطمة بلغت الحلم، الصحابة كلهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجوا من ستنا فاطمة الزهراء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ما يطلبوا منه يقول لهم إن شاء الله. وبعدين سيدنا عثمان كان منتبه، الشيخ يقول كان منتبه للقصة دي، فمشي يفتش على سيدنا الإمام علي. سيدنا لقاه في الجامع، لقى سيدنا الإمام علي في الجامع ونايم ولامم شوية تراب عاملهم وسادة، يعني عاملهم مخدة ينام عليها. فقال له قوم شوف حظك انت كمان واطلب ستنا فاطمة الزهراء. فقال له انا ما معيش حاجة ان انا اتقدم بيها، يعني معوش فلوس، يعني لان كان في الحالة دي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمله قائد للجيش، فما عندوش اي اموال او حاجه زي كده. دخل سيدنا عثمان ومعاه سيدنا علي وقال له ابن عمك جاي عشان يطلب السيده فاطمه الزهراء للزواج. قال له ما شفتش حاجه في السماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له ما شفتش حاجه في السماء. فطبعا كان شاف قوس قزح اللي هو بيدي السبع الوان، اللي هو الوان ابيض واخضر واصفر وكده. قال له سيدنا جبريل نزل، جاني اخي جبريل وقال لي ربنا قبل زواج السيده فاطمه بعلي وزين السماء وانتوا اعملوا عقد في الارض. طب نسمع الكلام ده. من كل خد بالك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال له معاك فلوس؟ قال له لا ما معيش فلوس. منين؟ فسيدنا عثمان تدخل وقال له ارهن الدرع. الدرع ده اللي هو بيدافع بيه عن نفسه، اللي بيتحط على صدره وبيدافع بيه عن نفسه. قال له ارهنه. قال له رهنته لك. اداله الفلوس. خد بالك بقى الفلوس اللي هو هياخدها بتاعت الدرع دي المفروض اللي هيتجوز بيها ستنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضانا بها. شوف خد بالك لما خد الفلوس هيعمل ايه بقى في الشوط الجاي ده. يا
شفت بقى الحاجة التي يعني الإنسان ما يتخيلهاش أبدا، أي إنسان ما يتخيلهاش ولا حصلت في أي زمن، لما هو أساسا معهوش فلوس وراهن الدرع بتاعه وخد فلوسه من سيدنا عثمان، ما خد الفلوس قسمها نصين، نص اتبرع بيه البيت المال والنص التاني اداه لسيدنا ابو بكر يجهز الفرش او الحاجه زي كده. قول لي انت مين يعني، مثلا في مثل شعبي عندنا او مثل معرفش ده جايبينه منين، بيقول لك اللي محتاجه البيت محرم على الجامع. قول لي ده ماشي باي ميزان، ان يا دوبه الفلوس اللي هو باع بيها الدرع راهن بيها الدرع قسمها اتنين، نص البيت المال ونص ايه اداه لسيدنا ابو بكر. تعالوا نشوف سيدنا ابو بكر هيجهزه ازاي بقى. Thank you.